بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
صدق الله.